الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعًا توفَّنا، وأنت راضٍ عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد نبي الهدى وبحر الندى وخير الخلق جودًا وأكرمهم يدًا، القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: بعثت بالحنيفية السمحة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مفهوم كلمة السماحة في الاصطلاح معناها بذل ما لا يجب تفضُّلًا، بذل ما لا يجب تفضُّلًا. فالمسلم من سماته وصفاته أنه كلما تلقاه تجده بشوش الوجه، تجده مبتسمًا، تجده سهلًا، لينًا، ليس بالفظ وليس بالغليظ وليس بالعبوس وليس بالصعب في معاملاته. هذه هي صفات المسلم التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا ما رأيت رجلاً دائم العبوس مقطب الوجه يعامل الناس بغلظة ونفور، صعب في شرائه وبيعه في معاملاته مع الناس، فاعلم أنه لم يفقه حقيقة الإسلام، وإن كان الظاهر عليه غير ذلك. ولذا هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين لنا أن السماحة هي مظهر من مظاهر الشريعة الإسلامية، منها قول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما معنى لن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ يعني أنك لن تقوى على الإتيان بالكوامل كلها. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثة. وعن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكره أن أصلي من أجل فلان مما يطيل بنا في قراءته.
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، إن فيكم منفرين، فمن أم بالناس فليجوز، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. أيها الناس، وبضدها تتميز الأشياء. لكي نعلم مدى السهولة والسماحة واليسر في ديننا الحنيف وشريعتنا، تعالوا لنعقد قليلاً من المقارنات بين شرعنا وشرع من قبلنا، وتلك رحمة الله عز وجل. هذه رحمة الله يرحم بها أمة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. من كان قبلنا إذا أخطأ وارتكب فاحشة من الفواحش ويريد أن يتوب، يريد أن يرجع إلى الله وأن الله يغفر له، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقتل نفسه، فإذا ما قتل نفسه فقد تاب إلى الله. واسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم، فاقتلوا أنفسكم. أما في شريعتنا الإسلامية فإن من أخطأ فالتوبة سهلة ميسورة، ما عليك إلا أن تندم على خطئك وأن تقلع عن الذنب والمعصية وأن تعزم ألا تعود لها مرة ثانية، وأن تخلص في توبتك لله وتبدأ في عمل الصالحات، وبذلك تكون قد تبت إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أرأيتم مدى السهولة واليسر في هذه المقاربة وهذه المقارنة؟ الصلاة تلكم الشعيرة العظيمة، كانت في من كان قبلنا لا بد أن يصلي في مكان معين من معبد أو كنيسة أو ما سوى ذلك، ولكن في شريعتنا الصلاة في أي مكان من الأرض طاهر، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست قال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ممن كان قبلنا أو من كان قبلنا إذا أصاب ثوبه نجاسة يقطع مكان الثوب، البقعة أو الحتة اللي أصيبت فيها نجاسة يقطعها، مشي وأصيب بنجاسة مرة تانية يقطعها، فطهارة ثوبه قطعه فيبقى الثوب مهلهلا. أما في ديننا وشريعتنا فإن طهارة ثيابنا إذا أصابتها النجاسة الماء، كل شيء يطهر بالماء. من كان قبلنا حرم الله عز وجل عليهم بعض الأشياء بسبب ظلمهم وبسبب بغيهم، حرم الله تعالى عليهم الدهن، وحرم الله عليهم ما في الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. أما في شريعتنا فأباح الله تعالى ذلك. الصلاة أباح الله تعالى لنا إذا ما كنا في السفر أن نقصر الصلاة الرباعية وأن تصلي إلى غير القبلة، وكذلك في الصيام أجاز لنا الإفطار في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
والأمثلة كثيرة جدا. الشاهد أن الناظر في عباداتنا ومعاملاتنا وفي الفقه الإسلامي يجد كثيرا من اليسر والسهولة والسماحة، فما ذلك إلا حتى نطبق ذلك على أنفسنا وبيننا وبين الناس. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. من مظاهر السماحة معاملاتك مع أهلك، مع زوجك، أن تكون لطيفًا، أن تكون سهلًا لينًا مع أهلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وإن من يستطيع أن يسوس امرأة يستطيع أن يقود دولة، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإنك إن ذهبت تقيمه كسرته، فاقبلوهن على عوج. لا بد أن يتنازل الرجل عن بعض الأشياء، وأن يصبر، وأن يحتلم، وأن يتغاضى عن بعض الهفوات، حتى يستطيع أن يسير في طريق حياته الزوجية. ومن مظاهر السماحة أيضاً معاملتك مع غيرك، سواء كان صديق ليك، صاحب ليك، حد بتبيع وتشتري معاه، في أي جارك، في أي مجال من المجالات، لابد أن تكون سهلاً إلفاً ليناً. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الشمائل تقول الروايات: كان لا يطوي بشره عن أحد. يعني إيه؟ يعني دايماً بشوش مع الجميع، كلما جلس إليه أحد يظن أنه أحب الناس إليه لما يراه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. كان سهلاً ليناً رحيماً. وما أحوجنا أن نطبق هذا في الجانب المادي، في جانب البيع والشراء والمعاملات. ولذلك عندنا في المثل المصري يقول لك: عرفت فلان؟ لا ما عرفوش، عشرته يبقى تعرفه، عملته بالمال بالجنيه تعرفه، ما عملتهوش يبقى انت ما تعرفوش. فجانب الجانب الوجداني والشخصي يظهر عند الماده، عند التعامل المادي مع الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان رجلا في من كان قبلكم يؤتى به يوم القيامه فيقول الله عز وجل له، او فيقال له: هل عملت من الخير شيئاً قط؟ فيقول: لا، ما عملش حاجة حلوة أبداً. هل عملت من الخير شيئاً؟ هل عملت شيئاً من الخير قط؟ فيقول: لا، لم أعمل شيئاً خيراً أبداً. ثم تذكر شيئاً ظنه أنه من الخير، قال: إلا أني كنت رجلاً ذا مال، كان عندي أموال طائلة، عندي شركات، عندي مشاريع، فكنت أداين الناس، الناس تيجي تاخد مني سلف، فكنت أقول لغلماني: أنظروا المعسر أو تجاوزوا عنه. يعني إيه؟ يعني جه سداد موضع الشيك، سداد وقت الشيك، فالرجل اللي عليه الشيك دوت مش قادر، حصل له ظرف، أقول له: تعالى كمان سنة، تعالى كمان 6 شهور، أمدله في الوقت، أو حاسس إن هو مش هيقدر خالص أتجاوز عنه، أقول له: روح خلاص. قال الله عز وجل له:
قد تجاوزت عنك، يعني غفرت لك وأدخله الله عز وجل الجنة بذلك. ونختم بهذا الملمح. بعض الناس يظن أن من الدين البغض والكراهية، ويتعللون بذلك بمفهوم الولاء والبراء. احنا بنتكلم برضو في التعامل مع الناس بشكل عام، فيوجب على نفسه وعلى غيره أن كل من ليس على دين الإسلام يجب أن تبغضه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية في سورة المائدة. ولكن المشكلة في الفهم. احنا عندنا في أصول الفقه في حاجة اسمها المطلق والمقيد. يعني إيه المطلق والمقيد؟ يعني آية مطلقة عامة لا بد أن تحمل على آية مقيدة لها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا حق، ولكن هل كل اليهود لا يجوز أن نعاملهم بالحسنى أو أن نبغضهم؟ لا، إنما لا تنطبق هذه الآية على اليهود والنصارى وغيرهم المعادين لنا، الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحاربون الإسلام، الذين أشعلوا العداوة بيننا، الذين اغتصبوا بلادنا. يعني ما فيش حد يكون مسلم حقيقي ويحب الكيان الصهيوني لأنه مغتصب، لأنه مدنس للمقدسات الإسلامية. فإذا ما رأيت إنسانا يدافع عنهم فاعلم أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. وتنطبق عليه هذه الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى البغض والكراهية وإنك مش عاوز تتعامل مع ده للمقاتل لك، للذي يظهر لك العداوة، للي بيخطط يأذيك، للي مغتصب أرضك. لكن واحد غير مسلم وبيعاملني كويس وبينه وبينه مفيش مشاكل، أبغضه ليه؟ البغض يكون للمعتقد، اكره أو ابغض ما يعتقده أو ما يفعله من شر وسوء، لكن تكرهه هو ليه؟ ولذلك في نفس الصفحة في سورة المائدة تحتها الآية فوق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تحت الآية الصفحة على طول يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يبقى الآية بتتكلم عن من اتخذ ديننا هزوا ولعبا، من يثير الشبهات، من يشكك، من يغتصب الأرض، من يظهر لنا الحرب والعداوة. ولذلك القرآن الكريم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الذي الغير مسلم الكافر أحب. إزاي بقى؟ يقول الله عز وجل إنك للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أحب قيل هذه نزلت هذه الآية في عمه أبي طالب، كان يحبه حبا شديدا ومع ذلك لم يسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن من ليس بيني وبينه عداوة، من ليس بيني وبينه كراهية، من ليس محاربا لي، ينفع أنك تتعامل معه وأنك تحبه ويبقى بينك وبينه بش، واخد بالك؟ وليس تنطبق عليه الآية السابقة، إنما تنطبق على طائفة معينة. ولذلك برضو يجي يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وهذا الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح، ولكنه مطلق يحمل على ما روي في الروايات. أغلب الروايات تقول أن هذا الحديث كان يتحدث عن يهود بني قريظة الذين كانوا غدروا بالمسلمين عندما جاءتهم الأحزاب، فأمر النبي جيشه أن يذهب لمحاصرتهم ولمقاتلتهم. أما واحد عادي، واحد مواطن باللغة العصرية يعيش معي في الوطن، ومفيش لا عداوة ولا بيسيء لي ولا بيتحدث بالشبهات أو بالكلام عن الإسلام، أكره لي وأبغض لي وأكون عبوس لي معاه، ولا أبدأ بالسلام وأضطر إلى ألجأ طريق لي. والله عز وجل جاز لنا أن نتزوج بالكتابية، قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات يعني العفيفات، أباح للمسلم أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية إذا ما كانت عفيفة، يعني غير زانية. فكيف تتزوجها وتعطيها حقوقها إن لم تحبها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق وأقومها، وأن يصلح أحوالنا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله، ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك، ونتوجه إليك أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعني بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفره يغفر لكم. وأقم الصلاة.